وحدات الجيش السوري وبمساندة من سلاحي الجو السوري والروسي نجحت في صد كل هجمات تنظيم داعش على جبهات دير الزور ومنعته من تحقيق أي مكسب ميداني. داعش يعتمد في ضرباته أسلوب القصف والهجوم في محاولة منه لزعزعة خطوط الجيش الدفاعية التي بقيت صامدة من دون أي تغيير في خارطة السيطرة. الجيش السوري عمد إلى تكثيف الغارات على مواقع التنظيم في منطقة المقابر ومحيط المطار العسكري، غارات دمرت مرابض مدفعية وزوارق لداعش على جبهة مستشفى القلب المفتوح وباتجاه الحسينية والريفين الشرقي والشمالي في عمق مناطق التنظيم، الذي يدرك أن أحد أهداف عملية الفجر الكبرى التي أطلقها الجيش السوري هو الوصول إلى دير الزور لفك الحصار المستمر منذ 3 سنوات. داعش يسعى للضغط على الجيش داخل المدينة من خلال سلسلة هجمات كبدت المسلحين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. قادة الميدان في الجيش السوري يؤكدون أنهم يملكون القدرة التسليحية والبشرية الكافية لصد كافة هجمات التنظيم والثبات حتى فك الحصار على نحو نهائي عن المدينة. فشل التنظيم المتتالي في إحداث خروقات في الخطوط الدفاعية للجيش السوري دفعه إلى قصف المدنيين في الأحياء المحاصرة، ما أدى إلى استشهاد 55 شخصاً وإصابة العشرات وجلهم من النساء والأطفال.